وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس سيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الأنحاء. في كمان النهاردة نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، وخصوصا كمان ان حضرتك من امبارح كنت قايله لي ان هيبقى في عدم استقرار في الاحوال الجويه وفي موجه حاره يمكن هتبدا من بكره ان شاء الله. هو بالفعل يمكن بدايه من اليوم هنبدا نشعر بارتفاعات شخصيه من درجات الحراره، ارتفاع تدريجي شخصيه من درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هترتفع عن الامس بمعدل من 3 إلى 4 درجات، بسبب ان احنا بنتاثر بوجود امتداد لكتل هوائيه صحراويه، فالكتل الهوائيه الصحراويه دي بتكون مرتفعه شرقيا درجات حرارتها، كمان مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي بيساعد على ارتفاع قيم درجات الحراره. اجواء حاره فتره النهار، وعظمى على القاهره الكبرى هتكون 33 درجه مئويه، فبالتالي فتره النهار وتحديدا فتره الظهيره الاجواء اللي هنحسها اجواء ربيعيه حاره في معظم محافظات الجمهوريه، زي القاهره الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، كمان سواحلنا الشماليه الغربيه، اجواء شديده الحراره في المناطق الجنوبيه في جنوب الصعيد، ده هيكون في فتره النهار. خلال فتره الليل مع غياب اشعه الشمس هنبدا تدريجيا نحس بتحسن في قيم درجات الحراره. فتره الليل تبدا تدريج البروده فتره الليل تختفي طبعا، لان احنا عندنا فتره النهار ارتفاع، فبالتالي ده هياثر كمان على فتره الليل، فالاجواء فتره الليل هتكون اجواء معتدله في معظم محافظات الجمهوريه. زي ما ذكرت ان البروده هتبدا تختفي فتره الليل بشكل كبير، بالاضافه كمان ان اليوم هيكون في نشاط رياح في بعض الاماكن، لكن نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في اقصى غرب البلاد، يعني تحديدا كده في سيوه، مطروح، سيدي براني، المناطق الغربيه الموجوده في اقصى الغرب. نشاط الرياح اللي هيكون عليها هيكون مثير للرمال والاتربه. عشان بكره الثلاثاء ان شاء الله نبدا نشعر بالارتفاعات الملحوظه جدا في قيم درجات الحراره، نتاثر بمحافظ صحراوي وكتل هوائيه صحراويه بشكل كبير، وما زلنا كمان هنتاثر بالمرتفع الجوي، فبكره هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره بمعدل من 6 ل 7 درجات في معظم محافظات الجمهوريه، معدل 6 ل 7 درجات عن اليوم. فبكره ان شاء الله متوقع العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار 38 درجه مئويه. ذروه الارتفاعات هتكون يوم الاربع، يعني اعلى درجه حراره هنسجلها هتكون يوم الاربع باذن الله، ايوه، واللي هتوصل ل 40 الى 41 درجه مئويه خلال فتره النهار. اجواء شديده الحراره بشكل كبير الثلاث والاربع، فبالتالي لازم ناخد بالنا من الارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره، وطبعا هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه وخاصه في المنطقه الغربيه. الرياح طبعا مثيره للرمال والاتربه هتبقى على مدار الثلاث ايام، ولا مثلا هتبقى الذروه بتاعتها يوم الاربعاء برضو مع ارتفاع درجات الحراره؟ هي هتختلف من منطقه لمنطقه، يعني احنا يوم الثلاثاء ان شاء الله هيكون في نشاط للرياح، اثاره الرمال والاتربه وتدهور رؤيه افقيه هيكون في السواحل الشماليه الغربيه ومناطق من الصحراء الغربيه. مع يوم الاربعاء هتكون اتربه عالقه، يعني مش هيكون في نشاط للرياح بشكل كبير، بس هتكون في اتربه عالقه وشوائب عالقه ايضا هنحس بيها موجوده في الجو، ونكمل معانا كمان الاتربه العالقه وارتفاع قيم درجات الحراره يوم الخميس. ومع يوم الجمعه ترجع تاني قيم درجات الحراره تنخفض، فيها تحسن كبير وتنخفض، هي طبعا مش هتنخفض نرجع للبروده، لا هي تنخفض ترجع تاني للاجواء الربيعيه المعتاده الحاره فتره النهار المائله لي البروده فتره الليل. طيب دايما درجات الحراره المرتفعه دي احنا مثلا في فصل الصيف في اغسطس بنحس بيها جدا لان الرطوبه بتكون مرتفعه، هل الرطوبه مرتفعه خلال الايام اللي جايه فهنحس فعلا بدرجات الحراره بتبقى قاسيه علينا؟ لا الحمد لله، ودي رحمه ربنا بينا في فصل الربيع، لان فصل الربيع قيم درجات الحراره ما بترتفع بشكل كبير، بتبقى بسبب مصادر الكتل الهوائيه الصحراويه. كتل هوائيه صحراويه يعني نسب رطوبه منخفضه، فبالتالي قيم درجات الحراره لو انا ما تعرضتش لاشعه الشمس هحسها زي ما هي، غير فصل الصيف. فصل الصيف حتى لو قيم درجات الحراره كانت اقل من فصل الربيع، لكن ارتفاع الكميه الرطوبه هي اللي بتحسسني، بتخلينا نحس بقيم درجات الحراره. انا بسال حضرتك لان ده بيفرق في احساسنا بدرجه الحراره لما الرطوبه بتكون مرتفعه، يعني حتى لو في ارتفاعات في درجات الحراره الايام اللي جايه بس الرطوبه هتبقى مش عاليه قوي هيبقى الجو معقول بالنسبه لنا. بالفعل، يعني انا حتى لو في فصل الصيف موجود في اماكن ما فيهاش اشعه الشمس انا بحس بارتفاع قيم درجات الحراره عشان الرطوبه.
بالظبط، لكن احنا هنا بنقول لو احنا بس تعرضنا لاشعه الشمس بشكل مباشر هنحس بارتفاع قيم درجات الحراره، فعشان كده بقدر الامكان الايام اللي جايه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره تحديدا من الساعه 1 للساعه 3 4 العصر، ناخد بالنا بقدر الامكان ونتجنب اشعه الشمس المباشره، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، اهم حاجه ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي. مرضى السكتات الصدريه والديوب الانفيه ضروري جدا احنا خدين الثلاث والاربع والخميس لازم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار ريم عضو المركز الأعيان بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهارده، وهنبدأها من القاهرة العظمى 33 الصغرى 20، العاصمة الإدارية 33 20، اسكندرية 31 20، العلمين الجديدة 24 16، مطروح 30 21، دمياط 24 17، بورسعيد 25 17، إسماعيلية 33 18، السويس 32 19، العريش 26 16، كاترين 26 12، طابة 28 20، حلايب 28 22، شلاتين 31 21، شرم الشيخ 34 23، الغردقة 33 22، الفيوم 35 20، بني سويف 35 20، الوادي الجديد 36 24، أسيوط 34 20، سوهاج 36 21، قنا 37 22، الأقصر 38 23، وأخيرا أسوان 38 23. النهارده الطقس هيكون معتدل، لكن من بكره أو على مدار الثلاث أيام القادمين من الثلاث لحد يوم الخميس في موجة حارة وفي رياح مثيرة للمال والأتربة، نخلي بالنا من مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية ونشرب كميات مية كبيرة وما نتعرضش بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال الأيام اللي جاية، لكن من يوم الجمعة إن شاء الله هترجع درجات الحرارة تعود مرة تانية للمعدلات الطبيعية. هرجع مرة تانية لمنة ومصطفى عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.